بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نحن هنا في أرض قم المقدسة من أرض الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نحيي ونسلم على أهل البحرين المظلومين الذين يجاهدون ويقدمون الضحايا في النفوس، في الأموال، وفي كل شيء من أجل أن ينالوا حريتهم وأن يكون مصيرهم بأيديهم وليس بأيدي هؤلاء الذين يحكمون الناس بظلما وعدوانا وبدون رجوع إلى الشريعة الإسلامية الصحيحة، ويظلمون الناس من خلال قمع الأصوات والسجون والقتل وأنواع الظلم الذي يمارسونه بحقهم. وفي الواقع أن الشيعة في البحرين هم امتداد لتاريخ الشيعة في التاريخ، الذين ناضلوا كثيرا وجاهدوا وقدموا الضحايا حتى نصرهم الله تعالى، وبقي هذا الكيان التشيع إلى حد هذا اليوم. ونأمل إن شاء الله بالقريب العاجل أن يحقق هذا الشعب المجاهد، شعب البحرين المظلوم، أن يحقق أمنياته وأماله في أن يأتون إلى سدة الحكم من هم يمثلونهم،